أول خبر معانا هيكون عن عودة ثلاثي الأهلي بالسلامة، الكابتن مصطفى شوبير حارس المرمى واللاعب أكرم توفيق والدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي من النمسا بعد العملية الجراحية الناجحة اللي عملوها بسبب الإصابة اللي تعرضوا لها. والدكتور أحمد أبو عبلة كان حريص على وجوده معاهم علشان يطمن بنفسه على حالتهم ويتابع كل التفاصيل الطبية، وقال إن مصطفى شوبير وأكرم توفيق حالتهم الحمد لله مستقرة جدا وهيبدأ معاهم البرنامج التأهيلي في القاهرة. بنتمنى لهم طبعا الشفاء السريع والعودة للملعب مرة تانية وياخدوا مكانهم مع الفريق ويخلوا بالهم بقى من صحتهم ان شاء الله. يعني طبعا الف سلامه عليهم، ان شاء الله يقوموا بالف سلامه ونرجع نشوفهم تاني في الملعب. احنا بنتكلم على اثنين من اهم لعيبه عندنا، مصطفى شوبير مستقبل حراسه المرمى. افتكروا كلامي ده كويس قوي، مصطفى شوبير في يوم من الايام هيكسر كل ارقام حراس المرمى اللي قبله، لان هو فعلا فعلا حارس مرمى مجتهد وموهوب جدا جدا جدا. طبعا اكرم توفيق واحد من اهم اللعيبه ان لم يكن اهمهم اللي موجودين في الفرقه.